النهارده بنتكلم على وجود وزير التجاره، وزير التموين والتجاره الداخليه دكتور علي مصلحي في العاصمه الايطاليه روما، رايح كممثل للحكومه المصريه في اجتماع الجمعيه العموميه للتحالف العالمي لاسواق المزارعين. طبعا كان في كلمه مهمه لوزير التموين، اتكلم على ازاي يتم الاستفاده والتعاون ما بين مصر وايطاليا، خاصه لما زار اسواق اليوم الواحد، وانه ممكن نشتغل على تطوير اسواق اليوم الواحد اللي موجوده عندنا. كمان انه في استخدام لاحدث التكنولوجيا العالميه في ايطاليا في مجال الزراعه، مجال انتاج المحاصيل والحبوب. عشان نفهم تفاصيل اكتر واهميه الزياره دي وازاي نستفيد منها، معانا على التليفون دكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجاريه. مساء الخير دكتور علاء. اهلا وسهلا بحضرتك، طبعا بنكلمك من ايطاليا وموجود في هذه الزياره وفي هذا الاجتماع، فقول لنا بقى ايه الاخبار، ايه الصوره عند حضرتك؟ خليني ارجع لورا. احنا يمكن كان اثناء زياره نائب رئيس وزراء ايطاليا لمصر، ايوه خلط الرئيس اللي كلفه بان طالب وفد كبير من الشركات العامله في مجال الزراعه والامن الغذائي يزور مصر. هذه الشركات جت من اقل من شهر، انتخب خلط الرئيس بدوله رئيس الوزراء ومعالي الوزراء المعنيين، وتم بدء التحرك في هذا المجال. يمكن المجال متقسم كذا جزء، جزء منه هو الزراعه واستصلاح الاراضي وزراعه سلع تهم مصر وتهم ايطاليا في المناطق الصحراويه المصريه. في جزء ثاني هو خفض الهالك اللي موجود عندنا اللي بيوصل لبعض السلع يمكن لحوالي 30-40%، وبالتالي بزود الاتاحه من غير ما انتج زياده وبرخص الاسعار. الجزء الثالث هو تحديث تكنولوجيا الري، تكنولوجيا الانتاج، استخدام حبوب جديده تتحمل الملوحه، وبالتالي اقدر ان انا استصلح اراضي اقرب للبحر الابيض. تمام. فهناك العديد من مجالات التعاون. احنا يمكن الزياره المكوكيه اللي احنا فيها دي خلال 3 ايام في 6 مدن، لقاء يمكن مع حوالي 40 ما بين هيئه وشركه ووزير الزراعه، كان لقاء النهارده وزراء مختلفين من دول اخرى، الى جانب اللي حضرتك موضوع اللي حضرتك اثرت فيه، وهو اليه ازاي اخفض ازود العائد من الفلاح وفي نفس الوقت اوفر سلعه متميزه للمواطن. المنطقه اللي عندها دي ما يسمى في الاسواق الزراعيه، ان انا المزارع نفسه اقدم له معونه فنيه بحيث ان هو يبقى منتج افضل، منتج قادر على تحمل مده اطول قبل التلف، خصوصا في السلع الغذائيه زي الخضر والفواكه. ازاي ان انا اخلق هذه الشبكه من الاسواق اللي الفلاح او المزارع بيجي هو اللي بيعرف يتحكم، ويمكن ايطاليا ما يبقاش فيه وسطاء وهامش ربح كبير يعني يشيله المواطن ويستفيد الفلاح. بزود ربح الفلاح وبرخص السعر للمواطن. ولكن عندهم حاجه ثانيه اهم هو القيمه المضافه. يعني احنا شفنا الصناعات الغذائيه، يعني يا دكتور علاء ما اقدرش اسميها صناعات غذائيه قد ما هي الاغذيه التقليديه للمناطق المختلفه. ان انا بساعد الفلاح ان هو يحول المنتج بتاعه لسلعه عليها قيمه مضافه. ايطاليا عندها في المنظومه دي اكثر من 560 مليون يورو يضافوا من خلال الفلاحين. وده يمكن الحاجه اللي عاوزين ننقل الخبره بتاعتها الى مصر. هناك الى جانب هذا هناك تكليف من معالي من دوله رئيس الوزراء في تعميق عدد كبير من القطاعات. الدكتور علي مصلحي يمكن قام بدور مهم جدا في اقناع غالبيه الشركات ان هي تيجي لمصر. معالي وزير التجاره والصناعه مكلفني في لقاءات بشركات صناعيه في قطاعات اخرى في مجالات متعدده. الهدف هو استغلال العلاقه الطيبه الحاليه بين مصر وايطاليا. يعني احنا بنتكلم على استثمارات كمان دكتور علاء؟ بنتكلم على جذب استثمارات في مجال الصناعه ايضا، في مجال تصنيع، حتى مش بس في مجال الزراعه ولكن الصناعه في قطاعات محدده. تمام، بالتوفيق ان شاء الله دكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجاريه، بشكرك يا فندم.